قام عدد من المحتجين بإغلاق الطريق الرئيسية المؤدية إلى وسط المدينة بكل من قفصة والقصرين والكاف وجابس، ما أدى إلى اختناق مروري. هذه الحركة الاحتجاجية جاءت على خلفية رفضهم للترفيع في الأداءات والآتوات على السيارات والشاحنات. موجة من الاحتجاجات شهدتها كل من القصرين وجابس وقفصة والكاف وصفاقس، وذلك بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقرات الولاية على خلفية الزيادة في الإداءات والإيتاوات على السيارات والشاحنات التي أقرتها ميزانية الدولة لهذه السنة. ياسر عينا، كنا نخلصوا 180 ستة شهور ولينا نخلصوا 540 العام، وناس زوارة ما عندهاش، ناس خلصت كمبالات، ناس بطالة، ناس ما عندهم يجيب. الناس هذيا تبي تسرق تمشي تجيب مواطنين، واحد كان بتخلص ما تصورش 10,000 في النهار يصبح يخلص 45. مطلوب تنقصونا في الطقس، ومطلوب تنقصونا راي ناس صعب كمبيلات، ناس هنا انسان يخلص في 700 61,500 كل نهار 24، نهار 24 تفوت يعملوا يبعثوا لي ورقه عاد مولاتي تهزلك كلها بهذيك رجلي وهذيك ايدي وهذيك ماكلتي وهذيك وكل شيء بخلاف التصليح. كتشوفوا يزيدوا 50 دينار، احنا كتشوفوا ما يمشوناش للصحراء، نمشوا في 11 زايل و 12 زايل، قداش بنخلصوا احنا؟ اذا نهزوهم نبيعوهم وهكاو ما عادش عندنا احنا، يزيدونا في الشعير يزيدونا في الطاكس ما عاد عندنا ما نديرو. الكهرباء حطيت عليها البيع هنا ما عادش خلطين على حد شيء. قد عبر المحتجون عن عجزهم لدفع معلوم الجولاني بصيغتها الجديده نظرا لظروفهم الاجتماعيه. فما غلاء مشط جدا في معلوم الجولان من حوالي 750%، لا يعقل. فماش بلاد ما فماش بلاصه يغليوا فيها بهذا الشكل. الكاميون نتاعي انا نخدم عليه كاميون اسواس واللي تخلص قريب ال 500,000، ما عادش لاقي باش نصور انا كاميون يقعد نهار كامل ما يتحركش. ادعو للكياس، اعطيني انا هو كياس في تونس كامله، تونس الجمهوريه كامله كياس فيها صحيح. وقام عدد من المحتجين باغلاق الطريق الرئيسيه المؤديه الى وسط المدينه بكل من قفصه والقصرين وكاف وجابس وصفاقس، مما ادى الى اختناق مروري.